برحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبرحب بالزميل العزيز محمد الديك. ازيك يا محمد؟ نور كابتن. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالشباب المشاهدين. ايه الاخبار؟ الصحافه قالت ايه النهارده عن اللقاء؟ النهارده كابتن الصحافه حذر مع شويه قلق شويه. الاول الصحافه ربطته بماتش امبارح ولا ما ربطتش؟ لا ده اكيد ربطته. لا ده حاجه بالنسبه لنا. كمان في بعض العناوين قالت ان النهارده الاهلي عنده فرصه ان شاء الله تحقيق اي نتيجه ايجابيه هتديله فرق الصداره. لتحقيق اي نتيجه ايجابيه؟ نتيجة يعني إيجابية. اي نتيجه ايجابيه؟ يعني لو لا قدر الله حتى النادي الاهلي النهارده ما كانش الظروف مواتيه ليه، برغم الظروف برضو اللي احنا بنتكلم فيها، الارهاق وضغط الماتشات والغيابات الموجوده الكتيره، لو لا قدر الله التوفيق حلفش النادي الاهلي بتحقيق الفوز النهارده، التعادل نتيجه نعتبرها ايجابيه. نعتبرها ايجابيه ليه يا كابتن؟ صحيح. اولا انت بتلعب مع فريق وصيف الكونفدراليه السنه اللي فاتت، صحيح، متصدر الدوري المحلي عنده. الحاجه الثانيه برضو عنده خساره الماتش اللي فات، فعنده دوافع ان هو يقدم نتيجه ايجابيه على ملعبه وسط جمهوره. لو عنده لعيبه كويسه على فكره. بالظبط، وانا بتكلم يعني حتى هو الماتش اللي فات اتكلم المدرب بتاعه اتكلم ان في ظروف خارجه عن ارادته هي اللي ادت الى هذه النتيجه. الناس اللي بتتكلم على فكره ان الاهلي بيعاني من الارهاق، المدرب بتاع يانج افريكانز قال نفس القصه يا كابتن. مظبوط. قال ما كانش عندي فرصه ان انا اعمل روتيشن او راحه للعيبه. نبدا يا كابتن بسرعه في الصحافه بتاعتنا من الاهرام. الاهرام النهارده كابتن اتكلمت ان الاهلي عنده فرصه ان هو يتحدى الغيابات وغياب الثقه امام يانج افريكانز. وكولر كان عنده حاجه مهمه يا كابتن، ان هو عرض للعيبه قبل ما يسافروا الماتش بتاع فوز يانج افريكانز قدام سيمبا. ايوه. فاز 5-0. ايوه. يعني يانج فاز 5 على سيمبا، وقال لهم ان سيمبا دوت اللي تعادل معانا من شهر في دوري الافريقي. فاحنا بنلاعب فريق قوي. صحيح. وحذر من الاستهانه بهذا الفريق. وقال برضه يا كابتن فكره ان انا بلعب على فريق عنده عناصر كويسه جدا. طبعا. مدرب عنده طموحات، المدرب بتاعه على فكره لعب قبل كده. مزبوط. وبيعرف النادي الاهلي. مزبوط. ميجيل جاموندي دوت الارجنتيني لعب قبل كده مع فرقه في نيجيريا، ولعب قبل كده في الكونفدراليه، فيعرف النادي الاهلي كويس جدا. وحتى هو في تصريحاته كابتن بيدي النادي الاهلي احترامه وقدره. هو حتى بيقول حتى في التصريحات اللي هنشوفها كابتن، انا بلعب قدام اقوى فريق في القاره. مزبوط. النادي الاهلي يبقى النادي الاهلي يبقى سيد افريقيا. حاجه ثانيه يا كابتن، النادي الاهلي يعتبر من الفرق القليله اللي كسب كل ماتشاته لحد الان في دوري ابطال افريقيا. احنا شفنا امبارح نتيجه، النتائج كانت غريبه جدا يا كابتن امبارح. في دوري الابطال الهلال السوداني بيكسب الترجي 3-3، يعني نتيجه برده كبيره. انت بتتكلم في الترجي عنده 3 دوري ابطال، فبرده فريق مش هين. ميدياما الناس اللي اتكلمت عليه، حتى حضرتك اتكلمت في الاستوديو اللي فات، ناس كتيره ما بيحبوش النادي الاهلي قالوا ده فرقه اي لو 5-6 في الشارع او بيلعبوا خماس يكسبوها. ميدياما حقق نتيجه كبيره جدا. صحيح. وكسب شباب بالوزداد، وده اللي خلى الفوارق قلت على فكره. بالظبط، هو القصه كلها كابتن ان الفرق في افريقيا بقت كتاب مفتوح سجال. والنهارده تكسب عندك ارضك وملعبك وجمهورك. صحيح. بيبقى عامل، وخاصه في البلاد الافريقيه. صحيح. في غانا، في تنزانيا، في جنوب افريقيا، يعني بعيد كمان عن شمال افريقيا، دي قصه جمهور لوحده. لكن الدول بتاعت افريقيا اللي هي غانا والكاميرون جنوب افريقيا. صحيح. الجمهور بقى بيلعب عنصر قوه للفرق الموجوده. بالظبط يا كابتن. صحيح. الحاجه الثانيه كابتن، الاهرام اكدت ان النادي الاهلي واجه صعوبات قبل الماتش. ضيق الماتشات يا كابتن او ضغط المباريات، انت عندك سموحه 48 ساعه سافر قبل الماتش بيوم. حتى حظ الاهلي كان في ماتش الهلال السوداني والترجي على نفس الملعب، فانت اضطريت انك انت تغير ميعاد التمرين بتاعك يا كابتن. فبرضه من الحاجات اللي الناس مش تاخد يعني مش واخده بالها، فكره ان النادي الاهلي فعلا بيتعرض لضغوطات او بيتعرض لصعوبات او بيواجه صعوبات مش حجج او مش مبرر لاي حاجه. الناس زعلانه. النادي الاهلي اداؤه ممكن يتباين شويه في الدوري غير دوري الابطال. النادي الاهلي برضه بيخش المباراه، والناس بتتكلم في تنزانيا، النادي الاهلي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي 11 مره. فبرضه القصه مش سهله ومش هينه، وان شاء الله النهارده النادي الاهلي يقدر يتخطى الصعاب دي ويحقق نتيجه ايجابيه باذن الله. في الجمهوريه كابتن بيتكلموا ان النادي الاهلي برضه في مهمه بحث عن الصداره، زي ما قلت لحضرتك اي نتيجه ايجابيه تدي النهارده النادي الاهلي الصداره، ونتمنى الفوز. يعني نتمنى الفوز، لكن لو لا قدر الله في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم فيها يا كابتن، وبرضه ما نخفسش او ما نبخسش بحق فريق يانج بطل وصيف يا كابتن، وصيف الكونفدراليه، وليه خبرات معانا قبل كده ولعب لها كذا مره ويعرف النادي الاهلي. وكمان حاجه ثانيه، النادي الاهلي كان لسه عندهم هناك من شهر، مش اقل من شهر كمان، فالمعلومات بالنسبه له النادي الاهلي كتاب مفتوح. على عكس بقى من انك انت داخل بظروف صعبه، رحله طيران 6 ساعات، برضه
مش حاجه سهله على لعيب كوره. ماتش سموحه كان من يومين بالظبط، ما انا بتكلم في كده. احنا بنتكلم في، وكمان رحله السفر، فكره حتى النادي الاهلي وفر طياره خاصه بس اسمها رحله سفر. يعني برضه 6 ساعات اللعيب موجود 6 ساعات في الطياره عشان ينزل يعمل روتيشن برضه يا كابتن. اجواء مختلفه بالظبط. الحاجه الثانيه انت كمان بتتكلم هناك خط الاستواء، الظروف، المطر لا قدر الله ممكن تحصل النهارده مطر شويه، الاجواء شويه، نسبه الرطوبه شويه، الملعب قد يكون نسبيا كويس، يعني هو بالنسبه لنا نجيل طبيعي فحاجه كويسه. برضه يا كابتن الجمهوريه المصري اليوم بيتكلم على فكره ان مارسيل كولر كان في المحاضره الاخيره كابتن قعد مع كل لعيب ووضح له المهام الخاصه بيه، وكان في مهام خاصه لامام عاشور. ليه؟ الامام عاشور متحرك في نص الملعب، فيكون ليه واجب دفاعي زياده وواجب مع الواجب الهجومي اللي هو بيهتم بيه سواء الناحيه اليمين او الناحيه الشمال، يعني هو متحرك في الجزء الامامي. كمان النهارده زي ما حضرتك اتكلمت عوده كهربا، عوده كهربا قد يحل شويه مشكله ندره الهجوم عندك شويه في في البطوله الافريقيه. المره اللي فاتت كمان الماتشات اللي فاتت كان كهربا كان عامل اساسي مع باقي زمايله في الفوز. أيوة. يعني اخر 3 ماتشات اخر ماتشين كهربا سجل 3 اهداف منهم، فان شاء الله النهارده يكون التوفيق مع النادي الاهلي. برضه كابتن في اليوم السابع بيتكلموا ان النادي الاهلي النهارده بيبحث عن الانتصار الثاني في دور المجموعات. وزي ما اتكلمنا يا كابتن النهارده الفوز او اي نتيجه ايجابيه تديك الصداره، وان شاء الله يكون الفوز. ليه؟ عشان تبعد عن الحسابات. بالظبط، عشان تبعد عن الحسابات فكره انك انت الماتش الجاي كمان على ملعبك شباب بلوزداد، فانت تقول ان شاء الله قبل ما تروح كاس العالم للانديه ان شاء الله يبقى عندك 9 نقاط بمشيئه الرحمن تبعد عن الحسابات كلها. صحيح. فكره كمان ما تضمنش ظروف الماتشات الخارجيه، التحكيم ممكن يلعب شويه ايه الاجواء اللي هتيجي بعد كده. بالظبط، خلص نفسك من بدري. خلص انت دلوقتي يعني زي ما بيقولوا كده مصيرك في ايدك زي ما بيقولوا. يلا كوره برضه زي ما قلنا يا كابتن، يلا كوره ربط نتيجه الماتش النهارده بالماتش اللي فات بتاع ميدياما. ايوه، بيقول لك النهارده لو لا قدر الله النتيجه ما كانتش ايجابيه بصالح النادي الاهلي هندخل ان كل الفرق هيبقى 3. شباب رجعنا لنقطه البدايه، ترجع من اول الصفر. أيوة. فتبقى مشكله بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله مش هيحصل النهارده باذن الله. القصه اللي اتكلم فيها يا كابتن النهارده النادي الاهلي عنده 11 لاعب غائب، فريق كامل يعني. ده كان عنوان الوطن النهارده، فرقه انك انت عندك 11 لاعب في كل المراكز سواء في خط الهجوم، في خط حراسه المرمى، في خط الوسط، في خط الدفاع، سواء للاصابات او لوجهه نظر فنيه برضه. صحيح. دي النهارده اليوم السابع بيتكلم على ارقام مارسيل كولر مع النادي الاهلي في كل بطولات يا كابتن. لو لاحظت يا كابتن 74 مباراه 50 فوز 17 تعادل 7 هزايم. طبعا كلمه 7 هزايم دي مع كلمه 74 برضه نتيجة كبيرة مش قليلة، يعني فكرة انك انت تقارن حوالي 10 ماتشات يعني 10 النتيجة. النادي الأهلي سجل 134 هدف واستقبل 41 هدف، عندك 44 كلين شيت أكتر من النص يا كابتن. أيوة. برضه دي نتائج مميزة للناس اللي بتتكلم على مارسيل كولر. برضه يا كابتن هنا دي تاريخ مواجهات القاهرة 24 بيتكلم على تاريخ مواجهات النادي الأهلي ويانج أفريكانز. لعب لهم 6 ماتشات 10 ماتشات سيبنا ستة وتهزمنا ماتش واحد بس والتعادل 3 ماتشات. صحيح. النادي الاهلي كان برضه كابتن عنده قوه هجوميه كويسه، سجل 18 هدف واستقبل 4 اهداف فقط من نادي افريكانز. موقع الكافه كابتن النهارده بياخد تصريحات ميجل جامونجي. ميجل بيقول يا كابتن احنا مستعدين لمنافسه فريق قوي. انا لعبت النادي الاهلي وهتشرف ان العبه تاني، مستعد للماتش دوت. وبيتكلم يا كابتن ان انا نتيجه ماتش الشباب والازداد كان عندي بعض الغيابات وعندي ارهاق، ما خدتش راحه كافيه بين الماتشات. ايوه، ودي برده عشان الناس بتتكلم فكره ان مارسيل كولر بيتكلم الارهاق او ضغط الماتشات، مش النادي الاهلي لوحده بس فقط هو اللي بيعاني من الارهاق. مظبوط. دي برده كابتن فرقه اللي بيقول لك النادي الاهلي، الموقع افريكانز توب سبورتس بيقول برده ان الهزيمه قدام بالوزداد انا لعبت قدامي فرصة ان انا احسن من ادائي في دور المجموعات، دي كانت نقطة. اتهزمت او خسرت اول ماتش بس لسه عندي فرصة ان انا اعوض في الماتشات اللي جاية. دي ماتش الموقع اللي بعديه موقع ذا سيتيزن بيقول ان النادي يانج وسيمبا اللي هم ممثلي تنزانيا عندهم مهمة صعبة في دوري الابطال. سيمبا كابتن هيلاعب جوانتي جالاكسي اللي هو البتسوان الفريق اللي كسب الوداد. هي. ودي كان برضه من المفاجآت بالظبط في الدور الاولاني بالظبط على ملعبه. فهم بيقولوا ان هم عندهم مهمه صعبه. سيمبا عنده جالاكسي بتسواني ويانج عنده الاهلي، ويمكن سيمبا تعاقد مع بنشيخه
اللي هو كان مدرب اتحاد العاصمه الجزائري، فدي اول مباراه ليه النهارده مع الفريق في الثلاث. الصحافه كابتن برضه موقع كيك اوف الجنوب افريقي نظرا لقمه المباراه واهميه الماتش، موقع كيك اوف برضه بيتكلم واخد تصريحات وبيقول ان يانج افريكانز المدرب بتاعه عنده مهمه صعبه قدام النادي الاهلي. اخر حاجه يا كابتن، الصحافه التنزانيه بشكل عام ابدت احترامها للنادي الاهلي وعارفين النادي الاهلي، بس هم بيلعبوا على فكره الملعب وسلاح الجمهور. ودي برضه من الحاجات اللي في افريقيا اللي بتتكلم فيها الفتره الاخيره اصبحت عامل مهم. بس اخر ماتش النادي الاهلي كان في سيمبا، كان العدد حوالي 50,000 متواجد موجود في الملعب. صحيح. والحمد لله يعني الاهلي كان متقدم في نتيجه الماتش، وبعض الظروف والتحكيم كانت النتيجه انتهت بالتعادل ايجابي 2-2. ده يا كابتن كل اللي كان عندنا النهارده في الصحافه، ونتمنى ان شاء الله توفيق النادي الاهلي ويرجع بالنتيجه اللي ترضي جمهوره ويحقق ان شاء الله الثلاث نقاط او اي نتيجه ايجابيه تمنحه صداره المجموعه يا كابتن. باذن الله رب العالمين ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ولينا لقاء اخر بعد المباراه باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد.